في بلاده وخططها للرد على ذلك الهجوم، كما ينتظر أن يحث هو كاميرون مجلس العموم البريطاني في جلسة له يوم الخميس على دعم هذا الموقف. تصريحات كاميرون تصدرت المواقف المتشددة تجاه دمشق، ولكن مشاركة بريطانيا في أي عمل عسكري ضد سوريا لا تزال تلقى معارضة البعض وتثير جدلا واسعا في مختلف الأوساط هنا في بريطانيا. هل تضاعف هذه المشاركة من أسهم كاميرون أم تقضي على مستقبله السياسي؟ لندن تكثف حراكها السياسي تمهيدا لعمل عسكري مشترك مع حليفتها واشنطن ضد أهداف سورية إثر هجوم كيميائي على ضاحية دمشقية راح ضحيته مئات القتلى. مجلس الأمن القومي البريطاني انعقد برئاسة ديفيد كاميرون. استمع رئيس الوزراء إلى إفادات عسكرية وقانونية قبل اتخاذ قرار الضربة العسكرية. أدان الوزراء والمسؤولون من أجهزة الاستخبارات البريطانية الهجوم الكيميائي، وقرروا بالإجماع رفع توصياتهم للرد إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها. جاء الاجتماع أيضا ليؤيد تصريحات كاميرون الأخيرة التي حمل فيها نظام الأسد مسؤولية الهجوم الأخير. أول حالة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا أمر غير مقبول، وعلينا مواجهة ما يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وإذا لم نفعل ذلك فإننا سنواجه جرائم حرب أكبر في المستقبل. لكن كاميرون يواجه تحديا داخليا، فعليه إقناع مجلس العموم في جلسة طارئة بمبررات الضربة العسكرية المرتقبة في ظل غياب إجماع أممي. سيصوت البرلمان على توصيات مجلس الأمن القومي، وهو إجراء ليس ملزما قانونيا لكنه ضروري في ظل معارضة برلمانية قوية للتدخل العسكري من الائتلاف الحاكم ومن المعارضة. إذا قرر الغرب القيام بعمل عسكري منفرد دون موافقة أممية، فهذا يعني أن قانون الغاب هو الذي يحكم عالمنا وليس القانون الدولي. أنا في انتظار مشروع قرار الحكومة أمام مجلس العموم، لكن البريطانيين شاهدوا هذا الفيلم من قبل في العراق ويعرفون النهاية جيدا، ولأجل هذا يعارضون أي عمل عسكري ضد سوريا. لكن يبدو أن العمل العسكري بات وشيكا، وهذه القاعدة العسكرية البريطانية في جزيرة قبرص قد تلعب دورا محوريا في ذلك التحرك المفترض. هي قاعدة لسلاح الجو الملكي، استخدمت من قبل كمنصة رئيسية للمشاركة في حرب الخليج الثانية وغزو العراق وأخيرا إسقاط نظام القذافي في ليبيا. استطلاع رأي أخير بريطاني أظهر معارضة نحو 50% من الشعب البريطاني توجيه أي ضربة عسكرية لسوريا، فضلا عن معارضة نحو 74 الانخراط في حرب شرق أوسطية جديدة. فالتجربة المريرة في العراق وأفغانستان يبدو أنها لا تزال ماثلة في أذهان الكثير من البريطانيين. من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية، أحمد ماهر، بي بي سي. للنقاش ينضم إلينا هنا بالاستوديو الأستاذ عادل درويش المعلق السياسي بجريدة دايلي ميل. أستاذ عادل أهلا وسهلا. وكذلك بالاستوديو السيد ماثيو ماكاوسكي الخبير في جامعة كوين المختص بشؤون الشرق الأوسط والأمن النووي، أهلا وسهلا بك. بدايتي هي من الأستاذ عادل درويش. أستاذ عادل، هل يملك ديفيد كاميرون أن يقول لا للولايات المتحدة، أم أن المسوغ بالفعل هو المسوغ الذي طرحه أمام مجلس الأمن البريطاني وكذلك أمام مجلس العموم غدا كما هو متوقع؟ يعني هو للأسف يبدو أنه هو بيحاول يعمل توني بلير ثاني ويكون لموقف على المستوى الدولي، لكنه هنا بيمشي مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن سياستها صحيحة. صحيح أن بشار الأسد استخدام السلاح الكيماوي كان أخلاقيا وضد القانون الدولي، لكن لا توجد استراتيجية واضحة للولايات المتحدة الأمريكية. والخطورة هنا أن رئيس الوزراء يسير بين البلاد في خط أمريكي دون أن يكون هناك خطة استراتيجية كبيرة يعني تضمن المصالح البريطانية على المدى الطويل. يعني إذا أنت توافق مع حكومة الظل، معظم مسؤوليها تحدثوا عن أن البلاد يمكن أن تنخرط في حرب شاملة وديفيد كاميرون لن يستطيع السيطرة على هذه الحرب، ذلك ورد على لسان دوغلاس ألكسندر وزير الخارجية في حكومة الظل، وكذلك موقف الديمقراطيين الأحرار الشركاء في الائتلاف الحاكم وموقف حتى بعض المحافظين في حزب كاميرون نفسه. بالضبط، يعني الذي قال ذلك بالتحديد هو
لورد أدميرال ويست الذي كان قائد الأسطول السابق قال بمجرد أن تبدأ الحرب أنت فقدت السيطرة وفقدت مراقبة الأحداث. لورد دانيت القائد السابق للجيش رئيس الأركان السابق للجيش البريطاني قال نفس هذا الكلام. المسألة ليست إطلاق بضعة صواريخ كروز وبضعة قنابل، ما هي الخطة الكبيرة؟ ما هو المطلوب من الجيش؟ التضحية وإنفاق الأموال والتضحية بالأبناء في سبيل ما هي الاستراتيجية؟ ما هو الهدف؟ ما هي المصالح البريطانية التي سنحافظ عليها في ذلك؟ على ذلك سيد ماثيو ماكاوسكي، هل ينجح ديفيد كاميرون في إقناع مجلس العموم يوم الخميس على اعتبار أن البعض يرى أن خلق توني بلير جديد جاء من أن توني بلير أصلا لم يعاقب، لم يعني يرفع الحرج عنه أمام الناخب البريطاني أو أمام الرأي العام البريطاني؟ الرجل يتولى مهمة أكثر خطورة الآن، مسؤول الرباعية مثلا في عملية السلام في الشرق الأوسط. Yes, I mean it's interesting that 10 years أعتقد أنه من اللافت أنه بعد 10 سنوات من الحرب العراقية أن يكون هناك إجماع في صالح التدخل، ولكن هناك أصوات ضمن البرلمان وضمن اللجان البرلمانية من الأصوات المعارضة لهذه الحملة، كما استمعنا إلى جون بارن وهو نائب من حزب المحافظين، فهو باستمرار ضد أي عملية من هذا القبيل، والكثيرون من حزب المحافظين قالوا إننا خدعنا قبل 10 سنوات لخوض حرب، ويقولون إننا ربما نخدع مرة أخرى الآن. ولذلك فإن الإجماع، لكن بغض النظر عن ذلك، سبب للدهشة. هذه الدهشة نابعة من أنه ديفيد كاميرون يستطيع إقناع الساسة البريطانيين بهذه العملية في وقت من المفترض أن الملف الذي هو ذاهب لأجله ملف إنساني، ملف أخلاقي، بريطانيا تقف فيه موقف دول العالم الأول التي تتباهى بالديمقراطية وحقوق الإنسان. لماذا القضية هي قضية مصلحة بريطانيا قبل تغليب هذا الملف، ملف حقوق الإنسان والمدنيين الذين قتلوا بمئات الآلاف في سوريا خلال العامين ونصف أو أكثر الفائتين؟ Well, I think there is a clear consensus all across the board that this is a horrible humanitarian situation in which something must be done. في الساحة السياسية بالنسبة لضرورة القيام بعمل عسكري، ولكن كما قيل من قبل، ما هي النتيجة؟ ما هي الاستراتيجية؟ ما الذي سيحدث بعد 24 ساعة من قصف سوريا؟ نحن لا نعلم هذا، بالفعل لا نعلم هذا. والقضية المهمة للغاية أيضا التي ستتم مناقشتها بقدر أكبر من التعمق هي ما هي مشروعية هذا التدخل. قبل 10 سنوات فيما يتعلق بهذه القانونية أو المشروعية رأينا ما حدث من قبل، فوزير الظل للشؤون الخارجية دوغلاس ألكسندر قال هذا اليوم، الحزب حزب العمال ليس معارضا للحملة العسكرية، إذا كان بالإمكان إقناع الحزب بأن العملية قانونية، ولكن لا نعلم هذا حتى الآن. أستاذ علي درويش، في المقابل إذا تقاعست بريطانيا أو لم تذهب إلى هذه العملية إذا تم القيام بها، سيواجه ديفيد كاميرون بانتقادات لاذعة أيضا ربما من ذات الأطراف على أنه لم يتبنى القضية الأخلاقية خلف حماية المدنيين أو التي تتحدث عن حماية المدنيين. إلى أي مدى يمكن أن تساهم عملية كهذه إذا كانت مدروسة وقانونية وكل ما ذهبنا إليه في رفع أسهم حزب المحافظين أو التخلص من الديمقراطيين الأحرار في الجولة القادمة من الانتخابات على اعتبار أنهم سيكونون الأبطال الأواحد؟ يعني هو الانتخابات عادة بتكسب وتخسر على أسباب اقتصادية، لكن أقول مرة أخرى، إذا ذهب الجنود للحرب ليس فقط مجرد صواريخ الكروز، سنضطر كلنا إلى تأييد جنودنا بالطبع، لا شك في ذلك، حتى جرمان الذي ينتقد الحكومة سيكون مؤيد. لكن القضية هنا أن نقطتين، قبل 2005 كانت التدخل يا اما يكون تحت الارتكل 51 تحت الماده 51 51 وتتعلق بمصالح قومية البريطانية، وهذا لا ينطبق هذا الامر. الماده 52 والتي استخدمت في البلقان وهو تجمع اقليمي، الاتحاد الاوروبي او الاتحاد غرب اوروبا، هذا ايضا لا ينطبق. ممكن ان يكون الجامعه العربيه معاهدة الدفاع المشترك لعام 64 الموقعة في الأردن، يمكن للجامعة العربية تفعيل
هذه المعاهدة، وهي تصويت بالأغلبية بالمناسبة. وليس بريطانيا بالإجماع. ليست بحاجة لذلك، لأن هناك بند الدفاع المشترك، بند الخامس في وثيقة تأسيس حلف شمال الأطلسي ناتو. حلف شمال الأطلسي لا يستطيع أن يقدم المادة 52 لأنها ليست تجمع إقليمي تهدده ما يجري في سوريا. لكن هذا بالنسبة للجامعة العربية. الجامعة العربية يمكنها في هذه الحالة الاستعانة ببلدان صديقة أو حلف شمال الأطلسي دون الولايات المتحدة. هذا هو النموذج، وهذا ما حدث في بداية غزو الكويت للعراق 2090. في خلال ذلك في 2005 ما نسموه R2P أو Right to Protect أو الحق حماية المواطنين. هذا أيضا يتطلب قرار من مجلس الأمن. صحيح. تحت البند تحت الفاصل السابع، وليس مجرد مجموعة دول تقوم بتنفيذه. طيب سيد ماثيو ماكاوسكي، بالنظر إلى ذلك أي خطأ صغير، إذا كان كل هذا المكسب بالذهاب إلى العملية، إذا افترضنا أنها نجحت، ربما قد تضفي على ديفيد كاميرون ورقة في مستقبله السياسي، ورقة جيدة، ولكن أي خطأ غير محسوب أو أي خطأ حتى خارج نطاق سيطرته قد يطيح بمستقبله السياسي، ولكن هل يمكن أن يؤثر على مستقبل حزب المحافظين في الفترة القادمة في المستقبل المنظور؟ Well, I just want to refer back still to the R2P and the أعود إلى ما قاله زميلي حول مسؤولية الحماية R2P، فهذا سيتم نقاشه في اجتماع الغد بمجلس العموم. المادة الخامسة لحلف الأطلسي ليست سارية، فالمنطقة ليست قريبة من حدودنا، وهذا أمر ذكره أعضاء حزب العمال اليوم، ولكن مسؤولية الحماية ستتم مناقشتها. وأيضا هذا العمل الفظيع الذي حدث ربما يبرر تدخلا دون تفويض من مجلس الأمن، وهذا أمر لا بد أن يبحثه مجلس العموم. وبالنسبة لخبراء القانون الدولي، فليس مفهوما في أي ظروف يمكن تنفيذ عملية من هذا القبيل، وبكل تأكيد هذا سيتم نقاشه، لكن الأمر ليس مقتصرا على حزب المحافظين. لا، ليس في رأيي أن القضية مقتصرة على حزب المحافظين، فالأحزاب الثلاثة لها مشكلات. حزب العمال طبعا حذر للغاية. مغامرة كهذه قامت بها مارغريت تاتشر لو تتذكر في حرب الفوكلاندز، وكان الجميع ضدها، وكسبت الرهان بالعملية التي حققتها أو بالانصار التي حققته في الفوكلاندز، وأعطاها ذلك ورقة سياسية رابحة. هل يمكن أن يتكرر الأمر مع ديفيد كاميرون اليوم حتى إذا كانت مقامرة أو مغامرة؟ That depends obviously on the vote tomorrow. هذا طبعا يعتمد على التصويت غدا. إذا فاز بثقة مجلس العموم بأغلبية مناسبة، فالقضية لن تعود القضية لحزب المحافظين. أما إذا صوتت لصالح القرار أقلية، فالأمر قد يكون مختلفا. ولكن الرأي العام ليس مهتما بطريقة تصويت النواب المختلفين، فهناك انقسام في المجتمع البريطاني بالنسبة لتأييد العملية، لكن البعض قد يقول لنلقي نظرة على هذا الوضع فيما يتعلق باقتصاد البلاد، فليس من حاجة لحرب أخرى في الشرق الأوسط. أستاذ عادل، أنت تختلف مع هذه الرؤية؟ اختلف المسألة ان المقارنة مع الفوكلاند يعني لا مجال لها، يعني المقارنة برتقان وتفاح، لان الفوكلاند كان عدوان على ارض بريطانية احتلال بدون الرجوع للامم المتحدة. الارتكل 51 المادة 51 آنذاك واضحة. الجماعة اللي كانوا ضد الفوكلاند هم الجماعة بتوع الفورن اوفيس، اللي هم دائما كانوا عايزين الفورن اوفيس، عايزين يخلصوا من الفوكلاند نفسهم. ان اهل الفوكلاند يصوتوا يقولوا ودونا الارجنتين، ونفسهم قبل طارق يصوت مع اسبانيا. القضيه مختلفه، القضيه مختلفه، ان القضيه مساله ثانيه اخرى. بالنسبه لحزب المحافظين، في بعد مغامره السويس سنه 56 وخطا ايدن انه راح مع الفرنسويين بدل ما ياخذ الاتجاه القانوني، فضل حزب المحافظين في الحكم لغايه 64. فهنا بس هنا عشان لما يكون الشعب 9% فقط اللي هم مع التدخل و75% ضد التدخل، الراي العام هنا
ضغطه مهم جدا جدا. نعم أستاذ عادل درويش المعلق السياسي بجريدة ديلي ميل، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معي اليوم، وكذلك سيد ماثيو ماكاوسكي الخبير في جامعة كوين مختص بالشرق الأوسط والأمن النووي، شكرا جزيلا لك. قبل ختام العالم هذا المساء اليوم سنتوقف في